تقال لي يا عم اللي انت بتصور ده شغل ده يا عم هحط على وشك بالنار هحط على وشي ايه يا عم الله يصلح حالك ازيكم عاملين ايه وحشتوني جدا 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 يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم كل سنه وانتم طيبين قبل ما ابدا الفيديو عايزك تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اعمله وعشان ما اطولش عليكم مبدئيا كده انا نازل النهارده عامل للناس الصايمه عرض ان هم لو شربوا من الازازه دي بق ميه هديهم ال1000 جنيه دي ومبدئيا كده انا مش بحرض حد ان هو يفطر انا لو حد حتى يعني وافق ان هو يفطر انا همنعه وربنا يهديه وربنا يهدي الجميع بس غرض الفيديو دون ان احنا نشوف الناس لسه في قلوبهم رحمه وايمان ومش هيضعفوا لل1000 جنيه دي ولا ايه بالظبط عشان ما اطولش عليكم تعالوا نشوف الفيديو بقول لك يا صاحبي صاحبي عامل ايه في الاول الحمد لله تمام انت صايم ولا فاطر لا صايم الحمد لله طيب بص يا صاحبي انا عامل عرض للناس في رمضان الصايمين ان هم لو شربوا بق ميه من الازازه دي يكسبوا معايا ال1000 جنيه دي وده طبعا عرض ما يتفوتش يعني 1000 جنيه وهتشرب بق ميه بس 1000 جنيه مش عارف يا صاحبي والله بص يا صاحبي انا يعني انت ممكن تعوض اليوم دون في اي يوم تاني يعني ممكن بعد رمضان بعد العيد تعوض اليوم ده يعني فاهم اللي هو ممكن تعوضه وبرضه يعني بق ميه وتاخد ال1000 جنيه دي مش عارف اقول لك والله شوف لو هتفطر مش عارف لو شربت بق بس من الازازه دي انا هديك ال1000 جنيه دي تبقى بتاعتك متردد يا صاحبي برضه مش عارف متردد لا يا صاحبي يعني ايه اللي خلاك متردد مثلا يعني بقول لك هتاخد 1000 جنيه برضه الساعه الصبح وكده طب انت فطرت قبل كده في رمضان ولا الصراحه فطرت بس يومين غصب عني يعني غصب عنك ازاي شربت ما متاخر بعد الفجر يعني صحيت من النوم عطشان مثلا طيب يا صاحبي يعني انت فاطر قبل كده يعني ما فيش حاجه لما تشرب بق ميه من الازازه دي وتاخد ال1000 جنيه يعني الفرق ما بين ان انت فاطر قبل كده ان انت فطرت قبل كده بس انت كنت بنيتك انت فاطر يعني انت قايم عطشان من كامل قواك العقليه وكنت عارف انت هتفطر وانت برضه عارف متردد برضه يا صاحبي يعني انا ده حاجه في وشي جايالي وانت عارف حاجه في وشي ايه؟ حاجه جايالي كده انت بتقول لي 1000 جنيه وكده هو بص انت مش مصدقني مثلا انا بقول لك ال1000 جنيه في ايدك امسك ال1000 جنيه لو شربت بق ماء من الازازه دي انا هفتحها اول ولو انت شربت بق ماء من الازازه دي ال1000 جنيه دول بتوعك ايه الصراحه مش عايز اعملها مش هتعملها يعني لا مش هعمل طب لو قلت لك هديك 2000 جنيه هزود المبلغ ل2000 جنيه وتشرب بق من الازازه دي 2000 جنيه عرض مش هيتفوت عمال تغرينا صاحبي وانا يا صاحبي هو حاجه كده يعني انا نازل عادي بقى عامل تحدي يعني نقول مبروك لا يا صاحبي انا مش هخسر دينه واسلام عشان 1000 جنيه مفيش فايده يعني لا طب بص يا صاحبي احنا صار هناك اهو في الكاميرا وانت طلعت يعني عندك دين وما ضعفتش لل1000 جنيه ولا لل2000 جنيه وطلع في قلبك دين ويعني ما ضعفتش للفلوس من الاخر عشان خاطر انت تفطر وانت راجل محترم وشاب محترم وان شاء الله كده اليومين اللي انت فطرتهم في رمضان دول تعوضهم وربنا يتقبل منك باذن الله باذن الله و مش عايز حاجه؟ لا حلوة قلبة صح ماشي يا صاحبي انا عرفتك خير صح ماشي يا صاحبي مع السلامه ازيك يا صاحبي؟ ازيك انت صايم ولا فاطر؟ انا صايم الحمد لله طيب بص يا صاحبي انا عامل عرض للناس الصايمين ان هم لو شربوا بق ميه من الازازه دي يكسبوا معايا ال1000 جنيه دي يعني انت عايزني افطر عشان ال1000 جنيه دي طب انا ادي لك انا 1000 جنيه وتفطر انت هفطر يعني لو هتديني قصدي معاك ال1000 جنيه معايا ال1000 جنيه طب هات ال1000 جنيه ونفطر طب 1000 جنيه ايه وافطر انت يعني مش هتاخدهم مني بعد ما افطر ولا كده لا ولا اي حاجه احلف انك مش تاخدهم مني بعد لا ما اخدهم مني افطر هفطر افطر مش عارف اقول لك ايه بصراحه انت طلعت شاب جدع ولسه يعني انك شفت ال1000 جنيه وما ضعفتش ليها يعني عشان تفطر وكده امسك كده الفلوس دي بص يا بصار هناك فيديو اول في كاميرا هناك اهي ما تكونش زعلان احنا بنعمل حاجه كده لطيفه وخفيفه للناس ارفع الفيديو على اليوتيوب يعني ماشي يا صاحبي مش عايز اي حاجة ماشي عامل ايه يا صاحبي؟ ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ تمام الحمد لله في الاول كده انت صايم ولا فاطر؟ صايم اكيد
صايم بجد؟ اكيد. طيب انا نزل النهارده عامل عرض للناس الصايمه. تمام. هديهم ال1000 جنيه دي لو شربوا بق ميه من الازازه دي. لا طبعا. لا طبعا لا مثلا. لا حرام بس يعني ما ينفعش. ما انت ممكن مثلا تعوض اليوم دون في العيد مثلا او بعد العيد. لا ده حتى النهارده يعني ذكرى غزوة بدر يعني. والله؟ اه ما ينفعش. يا عم هزود لك ال1000 هخليهم لك 2000 جنيه. اه برضه يعني صحابة زمان خطروا في حياتهم في رمضان وصايمين عشان الدين ده يوصل لنا، ما يصحش اللي احنا نفطر يعني عشان حتى 1000 ولا 2000 جنيه، ما يصحش. بصراحة أنت راجل محترم يا صاحبي. ما يصحش. وكلامك يعني ما خلانيش اقدر اكمل معاك الحوار. حرام. بص هناك كده في كاميرا بتصور. تمام؟ انا بعمل فيديوهات على اليوتيوب وكده. وانت طلعت راجل محترم. الله يخليك. ورغم ان انا عرضت عليك ال1000 جنيه دي يعني ما قلتش مثلا طب ما هو يوم افطره واخد ال1000 جنيه وابقى عوض. محدش ضامن اصلا ان هو يعيش لبكره. صح يا صاحبي. تمام؟ ف ازعل الفيديو ده على اليوتيوب عادي؟ ضيع. ماشي يا صاحبي. حرام ولازم نعرف الناس برضه ان ما يصحش. محدش ضامن عمره اللي احنا ممكن نفطر النهارده بالليل. صح. واحد يروح يعني. محدش ضامن عمره. محدش ضامن عمره. مش عايز حاجة؟ حبيبي يا صاحبي. ماشي يا صاحبي. ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت صايم ولا فاطر؟ لا صايم. طيب بص انا عامل عرض للناس الصايمين ان هم لو شربوا بق ماء من الازازه دي هديهم ال1000 جنيه دي. لا 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 مش هفطر انا عشان 1000 جنيه. يا عم 1000 جنيه تعوض يعني هتشرب مره وبعد ما تعوض. لا لا ولا يوم ما ينفعش حرام. طب هقول لك على حاجه. بص انت ممكن يعني بعد رمضان يعني في العيد مثلا تعوض اليوم ده. لا شهر رمضان هزود لك الفلوس. ما ينفعش حرام. هزود لك الفلوس هخليهم لك 2000 جنيه. لا خالص مش راضي خالص. ليه يا عم؟ اديني انت 1000 جنيه وانا افخ. يا عم هخليهم لك 2000 جنيه. لا لا والله ما ينفعش. انت صاحبي طلعت راجل جدع وما ضعفتش لل 1000 جنيه وانا بصور فيديو هناك اهو. بص كده اهي بص. ما عندكش مانع نزل الفيديو ده عادي؟ عادي. ماشي؟ ماشي. ماشي يا صاحبي. ماشي. بقول لك يا صاحبي انت صايم ولا فاطر؟ صايم. متاكد؟ اه. طيب بص انا عامل عرض للناس الصايمين في رمضان ان هم لو شربوا بق ميه من الازازه دي هيكسبوا معايا ال 1000 جنيه دي. لا مش هشرب. ليه دي 1000 جنيه؟ لا بس انا صايم. انت مش عايز تجيب هدوم العيد ولا ايه؟ لا الصيام حرام. حرام؟ اه. طب لو خليتهم لك 2000 جنيه؟ حرام برضه. 2000 جنيه؟ حرام. بق ميه ممكن تعوض اليوم ده بعد رمضان عادي؟ لا حرام. ايوه. بقول لك 2000 جنيه هزود لك على الفلوس دول 2000 جنيه، هخليهم 2000 جنيه وتشرب بق ميه بس. حرام برضه يا عم. طب انت ليه مش عايز تفطر؟ حرام هو صيام فدي حاجه لربنا مش للفلوس. صح يا صاحبي دي حاجه لربنا مش للفلوس، احنا بنصور فيديو يوتيوب هناك اهو. ماشي. و عادي ننزل فيديو ده على اليوتيوب يعني؟ ننزل. الفلوس ده صاحبي هديه مني ليك عشان انت يعني ما ضعفتش قدام ال 1000 جنيه دول وبدل ما انت كنت هتاخدهم حرام هتاخدهم حلال، فعايزك تقبل مني الفلوس دي. ماشي. ماشي؟ مش عايز حاجه؟ لا تمام شكرا. ماشي يا صاحبي. ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. في الاول انت صايم ولا فاطر؟ صايم الحمد لله. صايم؟ طيب بص انا نزل النهارده عامل عرض للناس الصايمين ان هم لو شربوا بق ميه من الازازه دي يكسبوا معايا ال 1000 جنيه دي. 1000 جنيه؟ اه. بجد؟ اه. ماشي. ماشي هتفطر؟ هفطر. هتفطر عشان خاطر ال 1000 جنيه؟ هفطر. طب افطر. بس راجع نفسك انا مش ما بزقكش انك تفطر او ما بحرضكش انك تفطر. انت دي حاجه بقى ما بينك وما بين ربنا عايز تفطر عشان ال 1000 جنيه هديك ال 2000 جنيه بس شوف راجع نفسك. لا لا عادي. ماشي. بتعمل ايه يا صاحبي؟ بتعمل يعني. بتفطر ايه يا صاحبي؟ وقف ازازه الماء يا صاحبي. انت كمان يعني براحت ايه يا عم؟ عايز اقول لك نصيحه يعني نصيحه ليك. الفلوس دي انت ممكن فعلا تاخدها وتخش عليك بالخراب يعني ممكن يحصل لك حاجه تصرفهم على علاجك فاهم؟ فيعني مش عشان خاطر 1000 جنيه تغضب ربنا وتفطر. انا شايف ان مش عشان خاطر 1000 جنيه تفطر بصراحه صاحبي وتغضب ربنا. استغفر ربنا كده و صح انا كلامي غلط؟ كلامك صح. على العموم في كاميرا بتصور هناك اهي. كاميرا ايه؟ فيها كابتن كاميرا بتصور اللي حصل. كاميرا ايه يا عم انت عبيط؟
طب ما بت... انا ما كانتش معاك بايدك. ايه يا عم انت عبيط يا عم، ما كانتش معاك بايدك يا كابتن. طب ايه انت عبيط انت؟ بصور فيديو على اليوتيوب. انا اللي بتصور فيديو على اليوتيوب. بتصور يا عم؟ بتصور فيديو على اليوتيوب. طب بصور فيديو على اليوتيوب خلاص. انت قال لي يا عم اللي انت بتصور ده شغل ده يا عم. هحط على وشك بنار. تحط على وشي؟ ايه يا عم الله يصلح حالك. هحط على وشك يا عم. يا عم روح يا عم انت. ماشي. وفي كده فيديو النهاردة يكون خلص. ما تنسوش بقى تنزلوا تعملوا لايك للفيديو دون، وتكتبوا لي في الكومنتات عن اي افكار اعملها في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. سلام.